السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 13 من درس الجداء السلمي في الفضاء وتطبيقاته. إذا نبدأ بقراءة المعطيات التمرين. التمرين يقول نعتبر النقط A و B و C و D و E، بحيث إذا عندنا إحداثيات النقط في معلم متعامل منظم O E G K. السؤال الأول، بين أن النقط A و B و C غير مستقيمية. السؤال الثاني، بين أن المتجه DE منظمي على المستوى ABC. السؤال الثالث، حدد معادلة ديكارتي للمستوى Q المار من النقطة E والموازي للمستوى ABC. إذا لنبين أن A و B و C نقط غير مستقيمية. ماذا نعني بنقط غير مستقيمية؟ يعني أنها لا تنتمي لنفس المستقيم. إذا هنا يكفي أن نفترض أن النقط مستقيمية، أي أنها تنتمي إلى نفس المستقيم A B C، ثم نجد التناقض في المعطيات. إذا نفترض أن A و B و C نقط مستقيمية. ماذا يعني بنقط مستقيمية؟ يعني أنه يوجد واحد العدد ك، يوجد ك من R عدد حقيقي، بحيث ماذا؟ بحيث أن المتجه AB والمتجه AC متجهتان مستقيمتين، أي أن AB كتساوي واحد العدد اللي هو ك في AC. إذا لكي تكون النقط مستقيمية يجب أن تتحقق العلاقة A B تساوي ك في AC و ك عدد حقيقي. إذا غنحاولوا نشوفوا واش هاد العلاقة محققة أو لا. بطبيعة الحال حنا من خلال السؤال خصني نلقى بأن العلاقة غير محققة. إذا غادي نحاولوا نحسبوا الإحداثيات ديال المتجهة A C. إذا A C يعني خصني ندير X C ناقص X A، Y C ناقص Y A، و Z C ناقص Z A. إذا A C، إذا X C ناقص X A، إذا واحد ناقص اثنان أي ناقص واحد، Y C ناقص Y A، إذا عندنا ناقص اثنان ناقص صفر أي ناقص اثنان، و Z C ناقص Z A، إذا واحد ناقص اثنان هي ناقص واحد. من بعد خصني K A C. إذا كنضرب ك في المتجه AC، يعني خصني نضرب ك اللي ك هو عدد حقيقي. إذا كنضرب ك في إحداثيات المتجه AC. إذا ك في ناقص واحد هي ناقص ك، ك في ناقص اثنان ناقص اثنان ك، و ك في ناقص واحد هي ناقص ك. بالمقابل غنلقى كذلك المتجه AB. إذا بنفس الطريقة، يعني XB ناقص XA، YB ناقص YA، ZC ZB ناقص ZA. إذن متجه AB، إذن XB ناقص XA يعني 4 ناقص 2 إذن هي 2، 0 ناقص 0 0، و 0 ناقص 2 يعني ناقص 2. إذن لدينا AB تساوي KAC. يكافئ ماذا؟ يكافئ، إذن هنا عندنا واحد النظمة. إذن الأفصول ديال المتجه AB خصو يساوي الأفصول ديال المتجه KAC. إذن يعني اثنان تساوي ماذا؟ تساوي ناقص ك. صفر الأرسوب ديال المتجه AB يساوي ناقص اثنان ك، وناقص اثنان يساوي ناقص ك. إذا عندنا اثنان يساوي ناقص ك، يعني أن ك تساوي ناقص اثنان. إذا كنضرب في ناقص واحد طرفي المعادلة، صفر يساوي ناقص اثنان ك، إذا ك تساوي صفر على ناقص اثنان أي تساوي صفر. صفر على أي عدد يساوي صفر. وفي الأخير عندنا ك تساوي اثنان. إذا هنا كنلقى واحد التناقض، يعني ك
يمكن لا تساوي في نفس الوقت اثنان وتساوي صفر وتساوي ناقص اثنان، وبالتالي فالافتراض ديالنا خاطئ. إذن الافتراض خاطئ، وبالتالي A و B و C غير مستقيمين. إذن ندوز الآن السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول بين على المتجهة DE منضمية على المستوى ABC. إذن حنا كنعرفو باش نبين واحد المتجهة منضمية على واحد المستوى A B C خصها تكون على الأقل منضمية على متجهتين غير مستقيمتين من هذا المستوى. يعني عندنا واحد المتجهتان A B و A C، إذن باش تكون المتجهة دي او منضمية على المستوى خصني نلقى بأن المتجهة دي او منضمية على المتجهة A B ومنضمية على المتجهة A C. إذن نحسب المتجهة دي او، إذن دي او نحسب الإحداثية ديالها، إذن هي إكس او ناقص إكس دي، أي واحد ناقص، إذن واحد ناقص ناقص واحد، إكريك او ناقص إكريك دي، أي ناقص واحد ناقص واحد، وزد او ناقص زد دي اللي هي ناقص صفر، أي كيبقى لنا زد او اللي هي اثنان. إذن دي او واحد ناقص ناقص واحد يعني واحد زائد واحد أي اثنان، ناقص واحد ناقص واحد ناقص اثنان اثنان. إذن دي او، إذن دابا خصني نحسب الجداء السلمي ديال دي او ا سي والجداء السلمي ديال دي او ا بي، وخصهم بجوجهم نلقاهم كيساويو صفر. إذن ا سي دي او تساوي ماذا؟ إذن كندير الأفصول في الأفصول، أي ناقص، إذن هنا أ سي، إذن ناقص ثلاثة في اثنان، زائد ناقص واحد في ناقص اثنان، إذن ناقص اثنان في ناقص اثنان، زائد واحد في اثنان، إذن ناقص ثلاثة في اثنان هي ناقص ستة، ناقص اثنان في ناقص اثنان هي زائد اثنان، أي أو زائد أربعة، زائد أربعة زائد اثنان هي زائد ستة، أي تساوي صفر. يعني أن AC عمودية على DE. كذلك غادي نحسب AB، الجداء السلمي ديال AB DE. إذا بنفس الطريقة الأفصول ديال AB اللي هو اثنان مضروب في الأفصول ديال دي او اللي هو اثنان. إذا يمكن لي حسبها بشكل مباشر، اثنان في اثنان أربعة، صفر الأفصول ديال AB، صفر في ناقص اثنان، إذا صفر في ناقص اثنان هو صفر، وناقص اثنان في اثنان هي ناقص أربعة، إذا أربعة ناقص أربعة تساوي صفر، وبالتالي AB عمودية على DE. إذا لقينا AB عمودية على DE و AC عمودية على DE، يعني DE عمودية على AC ولا AB. إذا بما أن DE متجه DE منضمية أو عمودية بحال الحال، منضمية على AC و AB، والمتجهتين AC و AB لأن AC و AB تكون غير مستقيمتين، وAC و AB غير مستقيمتين، فإن المتجهة DE ماذا؟ متجهة DE منضمية على المستوى A B C.
الآن وصلنا للسؤال الثالث والأخير. السؤال يقول: حدد معادلة ديكارتي للمستوى Q المار من النقطة E والموازي للمستوى ABC. إذا حسب المعطيات لدينا المستوى Q موازي للمستوى ABC. ماذا يعني؟ يعني أن المتجهة المنضمية على المستوى ABC هي كذلك متجهة منضمية على Q، والمتجهة المنضمية على ABC هي المتجهة DE. إذن لدينا Q يوازي ABC و DE منضمية على المستوى ABC. إذن DE هي منضمية كذلك على المستوى Q. إذن لقينا واحد المتجهة منضمية على المستوى Q، وعندنا واحد النقطة E اللي كتنتمي للمستوى Q، وبالتالي بسهولة يمكن لي نلقى المعادلة ديال المستوى Q. إذن معادلة Q تكتب على شكل AX زائد BY زائد CZ زائد D تساوي صفر، و A و B و C هي إحداثيات المتجهة المنضمية. والمتجهة المنضمية احنا سبقنا باش لقيناها اللي هي DE، واللي هي تساوي 2 ناقص 2 2، اي ان هذه المعادله ديال المستوى كي كترجع على هذا الشكل هذا. اذا كنعوض ا و ب سي بالقيم ديالها، اذا 2 اكس ناقص 2 ايغريك زائد 2 زد زائد دي تساوي صفر. اذا باش يمكن لي نلقى دي كيمكن لي نستعمل النقطه او. اذا عندنا او تنتمي الى المستوى كي. ماذا يعني؟ يعني ان احداثيات او احداثيات او تحقق المعادله، اي ان 2 اكس او ناقص 2 ايغريك او زائد 2 زد او زائد دي كتساوي صفر. اذا كنعوض الاحداثيات ديال او في هذه المعادله هذه. طيب تعال الاحداثيات ديال او 1 ناقص 1 2 حسب المعطيات. اذا 2 في 1 هي 2 ناقص 2 في إيكغيك أو، أي ناقص 2 في ناقص 1 هي زائد 2 زائد 2 في زد أو، أي 2 في 2 هي 4 زائد دي تساوي 0، أي 8 زائد دي تساوي 0. يعني أن دي كتساوي ناقص 8. إذا 8 كندير الطرف الثاني كترجع ناقص 8، وبالتالي معادلة Q هي، إذن هي 2 X ناقص 2 Y زائد 2 Z ناقص 8 تساوي صفر. هنا كيبان لي الإمكانية الاختزال بعدد 2 باش نبسط شي شوية المعادلة. إذن إلا قسمنا على 2 طرفي المعادلة كيبقى X ناقص Y زائد زد ناقص 4 تساوي صفر. إذن هذه هي المعادلة ديال المستوى كي.